سلام يا الوثب، سلام سلام يا ممثل الوثب، يعود من جديد ما شاء الله بغزوة الانطلاقة. حرك يا ابو محمد، التوقيت ايضا ينتظر كما يقال من الجماهير التي تتابع هذه اللحظات وهذه الانطلاقة. ما شاء الله الناموس مضمون والنهاية هنا بدأت تحتفل. اذا تهانينا والناموس من خلال هذه الانطلاقة. ناصر بن عوضي بن يحيى المنهالي، سلام ابو محمد سلام، ما شاء الله وتبارك الله، ممثل الوثبة، ناموس البداية هنا تحتله غزوة بغزوة الشوط الاول. المركز الثاني المجازفة ومقدم هذا التحدي، لا زالت الحركة لم تصدر ولكن بدأت إعلان الإشارة. وصل الخطر القادم من الشبابي محمد بن ساري بن بلوش المزروعي، يشكرك على تلبية الندع أيضا هنا في المقدمة وفي المركز الثاني، بينما زحل على المركز الثالث علي بن فاراب بن قريع المري. المجازف وصل منازف، المجازف وصل منازف، يا سلام يا سلام يا سلام. إذن هنا اللحظات، تهانينا والناموس مع هذه الانطلاقة. محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، وسلام يا منازف، سلام بانطلاقة هملول على المركز الأول. المركز الثاني الشبابي سيد محمد بن ساري بن بلوش. أيضا من المملكة قادمة بتحدي الإثارة، بتحدي القوة، بتحدي الانطلاقة، يا سلام. سلمان بن حمد بن جبرين بن محمد بن سليمان بن جبرين اللي على المقدمة والصدارة، وتوقع أن خلاص سجل باسم المملكة، سجل أيضا في هذه الانطلاقة. تهانينا والناموس وسلام يا المملكة، سلام على هذا الأداء الجميل الذي أطلقته أيضا هنا روعة، وهي روعة. سلمان بن محمد بن سليمان بن جبرين، يا سلام ما شاء الله وتبارك الله، دارت السلامات من هذا الميدان إلى كل البقاع ما شاء الله. إذن روعة على المركز الأول، بينما المركز الثاني جواهر. المركز الثاني روح يا ابو مانع، بدأ يتسلل مع شاهين الى مقدمة هذا الشوط. الجمير يبون سلام من الاولى حتى العاشرة، دائما مضر انهم هذا الشعار اينما ذهب اينما رحل هذا الشعار يوديهم السلامات. ها هو شاهين في المقدمة، المركز الثاني الزعيم، يا سلام يا سلام يا سلام يا شاهين. شاهين يغترم من خط النهاية، شاهين للسيد سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي. وفي المركز الثالث الطاير للسيد سعيد بن مطر الرميذي، يغير وينتقل إلى مقدمة هذا الشوط الطاير. صوغة للسيد سعيد بن مطر بن محمد الرميذي في المركز السادس. نرجع إلى مقدمة هذا الشوط، يا سلام. الشاهينية لا زالت مسيطرة، الشاهينية والنايفة، وعرى أيضا من الجانب الثاني، الجانب الثاني النايفة، النايفة تغير وتنتقل إلى مقدمة هذا الشوط، تبحث عن النقطة الثانية. وصوغة قادمة، النايفة في المقدمة، النايفة للسيد محمد بن ناصر بن عوضي بن يحيى المنهالي، يا سلام يا ابو محمد على هذا الاداء المتميز. لكن ارى صوغه والنايفه، على العموم بنشوف المركز الثالث. لكن هناك اسماء جديدة قادمة، الله الجزير لسعيد بن عامر بن بو علي العويسي يحتل المركز الرابع، ولكن اشوف اللي تقدم الان، الحذر لسيف بن عيسى الفلاحي يحتل المركز الثالث. لكن نعود الى السيطرة، الميتين متر الاخيرة، الله يا ابن حفيظ يا ابن حفيظ، ولا نشوف اللي يغير الان. جزيل سعيد بن عامر العويسي، سعيد بن عامر العويسي ياتي في المركز الاول، سعيد بن عامر وبن حفيظ في المركز الثاني. لكن سلام للعويسي، سلام، تهانينا على هذا الفوز. المركز الثاني راشد بن مكتوم. بن حمد بن عميره الشامسي وصل خذ المركز الثاني، والخطورة خطورة خطورة من الحقة، الله الله يا هذا الاسم. لكن اشوف هناك زيدان، زيدان، و
ونقول زين الدين زيدان لاعب كرة، لكن هنا يأتينا مشاهدين الكرام مع المركز الأول. الله الله الله، الحقه مشاهدين الأعزاء، تحاول ولكن رموز، رموز والحقه، اللحظة الأخيرة، الحقه الحقه رموز رموز، لكن الحقه مشاهدين الأعزاء، تهدي هالي زاخر، تحية وفوز وناموس مطر، عبد الله بن مطر بن عمير الشامسي المركز الثاني. وهيبي هو هناك الوصول من الكونغرس لمحمد بن سعيد من منانة من يأتينا على المركز الثالث، وفي المركز الرابع الأسد السهيل بن عبيد بن يميع، ولكن شكلان على الصدارة، شكلان على المقدمة، سلام للدوحة، سلام سلام على هذا الأداء الجميل ومشكور يا عبيد يا ابن علي يا ابن عبيد يا السناري على هذا الأداء الجميل ولحظة وصوله إلى خط النهاية، معلن الفوز، معلن الناموس، تهانينا تهانينا الأشقاء بدورة قطر على فوز شكلان بالمركز الأول، تهانينا والناموس، بينما المركز لفر لسيد محمد بن ناصر بن عوضي المنهال، يا سلام ابو نواس قادم ايضا، احمد بن علي ابو نواس في هذه اللحظات ويتسلل هنا مع هملوله على المركز الرابع وفي المركز الخامس، المركز الخامس ولكن بعود الى المقدمه، بعود الى الشاهينيه، من تسيطر على زمام الامور، تسيطر على الصداره، على المركز الاول، هنا ايضا المقدمه واللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، سلام زعبيل، سلام سلام على هذا الأداء، تهانينا سالم بن سعيد من منانة تبوك، المركز الثاني محمد بن ناصر بن عوض دقيقة في المركز. ثلاثية المقدمة مع هذا الانطلاق والامتار الاخيرة مع مسار هذا الشوط الجميل، يا السلام هناك من الجانب الاخر اللي انطلق وغير شاهين حمد بن شطيط بن سالم الوهيبي يلا مقدمة الشوط في الأمتار الأخيرة، يا سلام أشكرك يا أبو صقر على هذه المشاركة وهذا الأداء الجميل، حمد بن شطيط بن سالم الوهيبي من قدم شاهين في هذا الشوط على المقدمة على المركز الأول اللي يعلن الفوز، وناموس تهانينا لحمد بن شطيط بن سالم الوهيبي على فوز شاهين، بينما وصل في المركز الثاني الرياض خلاص خلونا مع المراكز الأولى، مع الرقص ومع المراكز الأولى، مع الأربع المراكز الأولى، هذا ميدان المربوب من يحتضن هذه الكوكبة وهذه الشعارات في هذه الأيام الفضيلة، نعود إلى مع محمد بن ناصر بالعوض الملهالي مع نشوة في الميتين متر الأخيرة، وتهانينا له للمرة الثانية على التوالي في صباح هذا اليوم بهذا الأداء وهذا الشعار الجميل هناك، ممثل الوثب الدائم والحاضر في كل الميادين، تهانينا محمد بن ناصر بالعوضي المنهالي على فوز نشوة بالمركز الأول، المركز الثاني وصلت في خيال المركز الثاني، ولكن الهدة من هدة على الصدارة في اللحظات الأخيرة في الأمتار النهائية، مشاهدينا متابعينا الكرام تهانينا لسالم بن راشد بن ناصر الدرعي، سلام يا القوع، سلام، أسعد الله صباحكم مع هذا الأداء المتميز اللي تقدمه الهدة وهي تنفرد بناموس هذا الشوط ولحظات وصولها واقترابها إلى خط النهاية في اللحظات الأخيرة في الأمتار النهائية، تهانينا لسالم بن راشد بن ناصر الدرعي على فوز الهدى بالمركز الأول، المركز الثاني شواهين علي بن حميد ديلي المركز وبقوة ضاري، وعلي بن مهدي بن مسفر آل عامر انتقل إلى المركز الثالث وفي طريقه إلى المقدمة وفي طريقه أيضا إلى ناموس هذا الشوط، نعود مرة ثانية إلى المركز الأول لنراقب عز الجيش الله يعزك يا عز الجيش، وراحن الجعدان روح ودعن، وداع شرف، وداع الأبطال، وداع الناموس، حرك حرك عندك الأمتار الأخيرة والثواني الأخيرة
الأخيرة ونعطيك التهاني الأخيرة في هذا المجال ناصر وعلي بن ناصر المري. أما المركز الثاني وطول ما أخذه الميدان بهذا النشاط وبهذا الأداء للسيد محمد بن سعيد بن محمد النعيمي. أما المركز الثاني براقة صالح بن خادم بن صالح الزرعي المركز الثاني. والمركز الثالث مشهورة مسلم بن الزفرة بن مسلم العامري. الله محمد واصل محمد بالعوضي محمد بن ناصر بالعوضي المنهالي وسهيل بن غانم بن حميد النعيمي مع الشاهينية مع الشاهينية. ولكن معزة معزة ما زالت في المعزة وما زالت في الإدارة وما زالت في السيادة. نهني محمد بن سعيد بن محمد النعيمي المركز الثاني براقة. من يتابع انطلاقة العمالة اللي دفعت بناموس هذا الشوط، ولكن سرابة مع المركز الثاني محمد بن سهيل من غصنة العامري. من يطلق العنان لسرابة اندفعت بناموس هذا الشوط. باعدت المسافة ما شاء الله تبارك الله على هذا الرقص المتميز. وسرابة على الصدارة، سرابة على المقدمة. سلام يا العين سلام، أسعد الله صباحكم يا هالي زاخر مع الأداء المتميز اللي تقدمه سرابة. تهانينا لمحمد بن سهير بن غصنة العامري على فوز سرابة بالمركز الأول. المركز الثاني مطلق بن سلمان بن عودة العطوي. في أول ندى مشاهدينا متابعينا الكرام، التحديات مستمرة، الانطلاق رائع على مقدمة هذا الشوط، ولكن ما يهاب على الصدارة، ما يهاب على المقدمة. هادي بن سعيد من مصلح الأحبابي والتحديات من مهاوش ليمعى بن حميد بن عمهي المنصوري. يا سلام الكوكب الثنائية ما يهاب ومهاوش وما يهاب. واللحظات الأخيرة التسلل الأخير، هاوش مهاوش على الصدارة في اللحظات الأخيرة انتزع الصدارة. تهانينا ليمعى بن حميد بن عمهي المنصوري المركز الثاني. لهادي بن سعيد بن مصلح الأحبابي من ملايين مطلق ويطلق العنان، يطلق العنان مطلق بن سلمان بن عودة العطوي واصل أيضا لك الميدان بالعدة والعتاد. هاجم ولكن الرميثي رافض الاستسلام. بن رشيد أقرب منافس لك، والقدوم من الشاهينية مبارك بن راشد بن علي الشامسي على المركز الثالث. الناموس وين؟ الرميثي وين؟ خط النهاية وين؟ أو تابع الشاهينية. مبارك 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 بن راشد بن علي الشامسي، ولكن الرميثي مع عية سعيد بن مطر الرميثي. سلام يا السمحة سلام، تهانينا والناموس. المركز الثاني بن رشيد خليفة، المركز الثالث الشاهينية. الله يدرع يا عم. المركز الثالث مع سليم بن سالم الغيلاني، ولكن العودة خلاص. هذاك نعود مشاهدي الاعزاء الى مقدمه الشوط، ومن تقود المشاركات شواهين سعيد بن حمد بن حميد الدرعي على مقدمه الشوط، ولكن مع بن بخيت هناك. يا سلام جباره وشواهين وجباره الامتار الاخيره. شواهين جباره شواهين في الامتار الاخيره. هناك بنشوف شواهين ولا جباره ولا شواهين. هناك بناء عند لجنه خط النهائي بناخذ المركز الثالث. لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي على صدارة على المقدمة، ولكن هنا بن بخيته مع شاهين علي بن ناصر بن بخيته على الصدارة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. شاهين إذن على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. العلي بن ناصر بن بخيته هو في الصدارة في المقدمة وفي المركز الأول. تهانينا وناموس العلي بن ناصر بن بخيته على فوز شاهين بالمركز الأول ولحظة وصوله إلى خط النهاية. المركز الثاني شاهين للسيد سعيد بن مطر محمد الرميثي، وفي المركز الثالث للسيد سالم بن سعيد. نعم
يعود مع الصدارة، والصايف وإعلان، والصايف وإعلان، والمجهولة مع المركز الثالث. يا السلام، التحديات مستمرة، الانطلاقات رائعة. يا السلام، إعلان على الصدارة، إعلان على المقدمة. هذا الشوط تباعد المسافة، رقصة إعلان في اللحظات الأخيرة في الأمتار النهائية. تهانينا لسالم بن عبد الله بن سعيد البخيت. ولكن وصايف وصايف وصايف، إعلان وصايف إعلان، اللحظات الأخيرة. يا سلام يا سلام، وصايف وإعلان، وصايف وصايف وصايف. تهاني لسعيد بن خليفة بن رشيد المركز الثاني، إعلان لسالم بن عبد الله البخيت.